النيابة أمينة المجتمع باسم القانون تطالب برأس المتهم تطبيقا للمادة 230 عقوبات. تمت مرافعة النيابة. الدفاع مستعد. مستعد يا فندم. اتفضل. سيدي الرئيس، حضرات المستشارين، لو كنت أحسست بأدنى حرج في موقف المتهم باعتباره ابني لما تصديت بنفسي للدفاع عنه، ولو أكلت ذلك الأمر إلى غيري من الزملاء، إلا أني أعدكم بأني سأطرح دوافع الأبوة جانبا، ولا ألتمس إلا شيئا واحدا هو الحق، لأننا في هذا المحراب لا نستلهم إلا القانون، لأن القانون أبو الجميع والعدل أبو القانون. يا أستاذ بهجة، المحكمة مراعاة لصحتك تصرح لك بالجلوس إذا أردت. شاكر عطفك يا سيد الرئيس، إن الدفاع يستطيع أن يقف على قدميه ما دام الاتهام لا يستطيع الوقوف. حضرات المستشارين، لا يتصور أحد أن يفقد المجتمع عضوا من خيرة أعضائه كالدكتور فكري لمجرد شبهات لا تصل إلى مرتبة الدليل. إن المجرم الحقيقي يا حضرات المستشارين لا يترك وراء جريمته الكاملة دليلا تافها كمرسي الفراش. إذ كان في استطاعة الدكتور فكري، لو كان هو مرتكب هذه الجريمة، أن يقتله هو الآخر، فلماذا أبقى عليه؟ ألي يكون شاهدا ضده؟ والخزنة المكسورة سأتحدث عنها فورا. تصوروا حضراتكم الوصف الذي تقدم به النيابة المتهم: القتل مع سبق الإصرار والترصد. أجل، القتل مع سبق الإصرار والترصد تطبيقا للمادة 230، وكان يجب أن يقدم المتهم بالمادة 234 من قانون العقوبات إن شئتم مناقشة الخزانة المكسورة. أليس عجيبا أن يقرر الدفاع ثبوت التهمة على موكله فيرفض مناقشة السرقة المقرونة بالقتل، ويوافق على مناقشة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد؟ أبدا، لأن سبق الإصرار والترصد لم يقم عليه أي دليل. الأدلة ثابتة من شهادة الشهود واعتراف المتهم نفسه بحقده على المجني عليه. المتهم كان صريحا في معاملته للمجني عليه، لأنه كان لصا يسرق الأدوية من المعمل. شهد مدير المعمل المسؤول بأن تهمة السرقة لم تثبت على المجني عليه. هل أقدر بالنيابة أن تلتمس السبيل لتعديل وصف التهمة بتطبيق المادة 234 بدلا من المادة 230 من قانون العقوبات؟ ليسترح الدفاع، النيابة تقدم المتهم بالمادتين معا. الآن وقد أوضحت النيابة نوع التهمة، فإنني أتمشى معها وأقول إن القتل كان بسبب السرقة، وإن المتهم قتل المجني عليه إسكاتا له حتى لا يفسي سره. ولكن ألا ترى المحكمة معي أن هذا العذر غير مقبول؟ إذ كان في استطاعة المتهم أيضا أن يقتل شاهد الرؤية الوحيد. ثم أين هي النقود التي سرقت؟ ولما لا تكون النقود قد أحرقها الأكسجين أيضا أثناء ارتكاب المتهم جريمة القتل؟ ومن أين للنيابة أن تقطع بأن النقود أحرقها الأكسجين؟ ولما لا يكون المجرم الحقيقي فر بالنقود كلها؟ هل توجد بصمات للمتهم على الخزانة المكسورة؟ هل شهد أحد بأنه رآه وهو يسرق؟ لا. هل تملك النيابة دليلا واحدا يؤيد عليه التهمة؟ لا. ألم يكفي الدفاع أن المتهم وجد في حالة تلبس، وأن شهادة الشهود تدل على سبق الإصرار والترصد، وأن أرجو من النيابة عدم مقاطعة الدفاع. تقدير كل هذا متروك للمحكمة. استمر يا أستاذ. إن شاهد الرؤية الوحيد وهو مرسي الفراش
لم يرى المتهم يقتل أو يسرق، وإنما رآه فقط مع الجثة وجهاز الأكسجين والخزانة المكسورة، وهذه شهادة لا يعول عليها في حالة التلبس وفي مثل هذه الجريمة البشعة التي لا يمكن أن يرتكبها رجل مثقف له مركزه في الهيئة الاجتماعية كالدكتور فكري. سيدي الرئيس، حضرات المستشارين، انظروا إلى المتهم يستصرخكم أن تردوه إلى الحياة، فإذا خلوتم لأنفسكم أرجو أن تضعوا في موازين عدلكم تلك الظنون التي تسوقها النيابة كأدلة، ومركز المتهم في الهيئة الاجتماعية ومنطق الجريمة، ولكم أن تحكموا بما توحي به ضمائركم، وهي ستوحي حتما بالبراءة، والله ولي التوفيق.